أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من كورس بريمير خطوة بخطوة. دلوقتي هنبتدي نفهم قائمة الامبورت الميديا أو امبورت العمل كله أو إدخال العمل للبريمير إزاي، بس طبعا هنشرح لكم برضك باستفاضة. عندنا هنا لو بصينا هنا عندنا حاجة اسمها نيو ايتم، وعندنا نيو بان، وعندنا اللي هو الفيند اللي هو السيرش، وعندنا هنا نقدر نقفل البروجكت أو نفتحه. هوريكم كل حاجة، طبعا بيجي معانا برضك في التول بار هنا عندنا ميديا براوزر دوت. لو احنا هنجيب مثلا ميديا من على السي او من على الدي او مكان محدد احنا عارفين في الميديا بنعمله امبورت على طول. وعندنا هنا الليبرز اللي انا قلت لكم هنا، طبعا دي انا بالنسبه لي مش عايزها، طبعا انا هقفل، وطبيعي الحاجات اللي انا مش عايزها نقفلها عشان ما تاخدش معانا مساحه عمل. عندنا المارك ديت هوريها لكم دلوقتي بس مش محتاجها دلوقتي اهو. وعندنا الهيستوري برضك انا مش عايزها، كل اللي انا عايزه برضك ودي انا مش عايزها. فيبقى معايا الايفكت والتيست، الايفكت والتست، دول نشتغل بيهم. طيب نبتدي نشتغل ازاي يا محمد؟ يفضل قبل ما تعمل اي مشروع تعرف انت معاك ايه، معاك ملفات صوت، ملفات صور، ملفات فيديو، تقدر تبتدي تحدد عليهم. طيب نعملها ازاي؟ اول حاجه بنعمل حاجه هنا اسمها نيو بين او نيو فولدر، ويفضل طبعا وليكن انا هعمل حاجه اسمها فيديو، ماشي؟ ده رقم واحد. وعندنا هعمل مثلا صور، ده رقم اتنين اهو. وعندنا حاجة هنا اسمها صوت وده رقم ثلاثة. طيب بس هنا يا محمد يعني في هنا في مشكلة، كل واخد نفس اللون. صح عندكم حق. طب نعمل ايه؟ كل اللي هنعمله كليك يمين والليبل اهو. والله مثلا انا هاخد ده خليه بنفسجي وهختار دوت وهخليه اي لون تاني اللي بيها بيساعد معايا في الشغل بتاعي، يبقى انا فهمت كل حاجة كده ماشية ازاي. فكده احنا عرفنا بننسق اول حاجة الشغل بتاعنا ازاي. طيب يا محمد احنا دلوقتي عايزين نبتدي نظبط ندخل، طب ازاي ندخل الصوت وندخل الفيديو وندخل الصور؟ في طريقتين. اول طريقة اللي انا اعمل كليكتين وابتدي اعمل امبورت على طول للحاجة من هنا اوبن فايل، او اجي اعمل كليك يمين واجي اقول امبورت برضك، يعني خدنا بالنا اول حاجة كليكتين او كليك يمين امبورت وبعمل الملف اللي انا عايزه، او باجي من هنا فايل اهو واقول امبورت. خلينا بالنا قد كده دول ثلاث طرق للناس اللي بتحب تشتغل. لا مش كده وبس، في الطريقه الرابعه اللي انا اقدر اجي من هنا وليكن هختار مثلا الصوت اهو، مثلا معايا اهوت مثلا ادي الصوت وادي الفيديو وادي مثلا الصوره، واجي اعمل كده اهو اهوت، واجي اعمل ادراج هنا خلاص اهو. طيب هو كده مش هيخش معانا يا محمد جوه البرنامج ده صحيح. هنيجي نعمل ايه هنا؟ ده الصوت، ادي الصوت باجي احطه جوه ملف الصوت، وادي الصوره بحطه هنا، وادي الفيديو بحطه هنا. بقى خلاص بقى عندي هنا لو بصيت كده ادي الصوت ادي الصوره ادي الفيديو. طيب ممكن برضك علشان نقدر نشوف الدنيا فيها ايه ممكن نكبر ونصغر مثلا كده اهو، نشوف مثلا الملفات. طبعا بيبقى احيانا في ملفات كتيره جدا، فنبتدي نشوف مثلا الفيديو اهو، ابتدي اشوف الدنيا فيها ايه اهو. والله ده الفيديو معايا، حلو الكلام حلو الكلام، وارجع عادي واشوف الصوت وكل حاجه. طيب هنا لغايه كده احنا خلصنا من القائمه دي؟ لا لسه ما خلصناش. القائمه دي فيها حبه قوائم تانية كتيره جدا. عندنا اللي هو تقولنا السيكونس ده بتعمل بيه مشروع، وعندنا شوردر بروجكت اهو، ده لو انت ناوي تعمل بروجكت اخر او بتعمل مشروع تاني بمعنى اهو. هقفلها لكم تاني اهو. انا دلوقتي عايز اشتغل على الاختيار مثلا او الاختبار، وعايز اعمل مشروع تاني اشتغل عليه جنبه واعمل له الاتنين دمج. طبعا الكلام دوت قدام هبقى اشرحه لكم، وليكن مثلا هسميه محمد واحد مثلا، وليكن بقى معايا هنا مشروع لوحده خالص باسم محمد واحد، اقدر اعمل له السيكونس بتاعه عادي جدا واقدر اشتغل عليه اهوت. وهنا اسميه برضك مثلا محمد اهو، ونركز ونركز يا جماعه في الاسماء، خدنا بالنا اهو محمد وادي الاختبار. طبعا انا لو مش محتاجه دلوقتي خلاص اهو، واجي اقول له كلوز لاني مش محتاجه، وهنا عشان عمل دمج فانا ممكن اقول له حذف، ده بالنسبه ليا. وعندنا اوفلاين فايل دوت لو احنا هنيجي نشتغل على حاجات معينه، بس طبعا انا مش محتاجها دلوقتي، بس انا بديكوا فكره. طبعا ادجست من لاير دوت للكلر كوركشن في بريست اند تون اهو دوت، لو انت حابب تحطه اللي هو اول اللي هو بيطلع في اول الفيديو اللي هو توت
شفتوا انتوا ده؟ هو ده برضك، ده بيتحط جوه الفيديو، طبعا انا مش محتاجه اهو، برضك انا بوريكم كل حاجة باستفاضة علشان برضك ما تبقوش تايهين معايا. في عندنا بلاك فيديو اهو، ده اللي انت بتحطه ممكن في الاول خالص، اول ثانية، ده بيستخدموه في الافلام، واللي هي اول حاجة في، لو انتوا ركزتوا في الافلام الامريكية بالذات هتلاقوا بيحطوه في اول ثواني اهي. في عندنا هنا الكابتشر، طبعا احنا قلنا انا مش محتاجه. وفي عندنا هنا اتش دي بريست اند تون اهو، برضك ده نفس النظام اهو، خدنا بالنا. فكل دوت ممكن بقى تقعدوا تعيشوا بقى ايه وتشوفوا الدنيا فيها ايه، لان هو اختيارات كتيره جدا وعلى حسب اختياراتكم انتوا تقدروا تشتغلوا بيها. طبعا انا كده يعتبر شرحت الامبورت فايل، واستناكم في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.